ملامح لولادة مدرسة جديدة في الفن التشكيلي السوري ظهرت من خلال أعمال فنية تنوعت بين الرسم والنحت والجرافيك، صنعت بيد فنانين تشكيليين سوريين شباب. زينت اليوم جدران خان أسعد باشا ضمن فعاليات معرض الربيع السنوي. معرض الخريف ومعرض الربيع هن مستمرين من ستينيات من عام 1960 حتى الوقت هذا، ما انقطع ولا سنة، يعني دائما مستمر. ودائما وزارة الثقافة عم بتنظم هذا المعرض وبتقدم الإمكانيات والمكان للفنانين من عرض لوحاتهم ومن اقتناء حتى اللوحات. تقريبا عدد الأعمال بحدود 70 عمل. هذا العام في اختلاف واضح بسوية الأعمال، يبدو الشباب عندهم أشياء مفاجئة حقيقة وتنافس حتى الكبار. معرض الخريف أقصد، واضح أنه هناك في قيم في التصوير جديدة عند البعض، ولخص الذين فازوا بالجوائز الأولى، بمعنى أنهم هناك ملامح تجارب جديدة الآن في المسار التشكيلي السوري. متوقع أنه الشباب هؤلاء يكون هم رافعتها. السنة الحمد لله أخذنا جائزة بمعرض الربيع. طبعا أنا بحب دائما أشتغل على الخطوط وعلى المنحنيات أكثر شيء بالعمل، الخشب صنوبر، ارتفاع العمل متر. سمينا العمل أرسولة الرسولة، تحية للفنانة أرسولة باهر اللي اجت على سوريا وعملت معرض خاص فيها وتوفت بسوريا وكانت امتها توفى بسوريا. لوحة بتحكي عن انفصال الجسد، كان هي مجموعة عملت بتحكي عن الانسان داخله وشو بيظهر للعالم، كيف بيكون احيانا كتير شخص مبين انه سعيد وكيف بيكون احيانا بداخله في الف فكرة او بلحظة بتمرق على راسه الف فكرة ومجموعة من المشاعر. مشاركة هي بتكون مشاركة كتير كبيرة، ولي فخر اني شارك بمعرض الربيع. طبعا هو معرض كتير بالسنة مرة بيصير وله يعني أجواءه، والفنانين الكبار كتير بتحضره وأجواءه كتير حلوة يعني. وهذا المعرض كتير مهم بسوريا بحد ذاته، وبيكفي أنه عم يظهروا الفنانين وإبداعاتهم بهذا المعرض.